لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم، نزلنا مع سورة الأحزاب، وهذه التوجيهات الإيمانية المباركة للجماعة المؤمنة في طور الإعداد والتأهيل والتربية. ومع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يقول المصنف عليه رحمة الله: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إذا عقدتم على النساء ولم تدخلوا بهن ثم طلقتموهن من قبل أن تجامعوهن فما لكم عليهن من عدة تحصونها عليهن، فاعطوهن من أموالكم متعة يتمتعن بها بحسب الوسع جبرا لخواطرهن وخلو سبيلهن مع الستر الجميل دون أذى أو ضرر. ما أروع هذا التوجيه وهذا الأدب العظيم الذي يحتاجه المجتمع المسلم، فيه معاني مهمة. في البداية نتعرض لمسألتين، المسائل الفقهية المهمة التي ينبغي أن تدرس أن تعرف. أولا، الآية تشير، ويعني هذا فيه الإجماع، أن لا عدة للمطلقة قبل الدخول بها، وأنه يحق لها أن تتزوج بمجرد إيقاع الطلاق عليها من شاءت بضربة ذلك. يعني المطلقة قبل الدخول لا عدة لها، ساعة ما تطلق يصح لها أن تتزوج ولو بدقيقة واحدة، خلص انتهى الموضوع، لا سلطان له عليها بعدة تعتدها، وبالتالي يحق لها أن تتزوج طبعا بشروط الزواج الشرعي المعروف. نقل ابن كثير وغير واحد من السلف أيضا الإجماع أن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول تعتد بأربعة أشهر وعشرة، لأنها زوجة ترث، وهذا تسلية لأهله وتخفيف عنها. ولذلك نفرق المطلقة قبل الدخول، نقول بالإجماع لا عدة عليها إلا إذا توفي عنها زوجها، يبقى إذن الحالة تختلف. طيب، لكن في مسألة تعرض لها العلماء هنا ينبغي أن تركز عليها، أمر الخلوة بها. هل لو أن رجلا عقد على امرأة عقد النكاح الشرعي صحيح وخلى بها، الخلوة المعروفة، أرخص ستر، أغلق الباب مثلا، هل يجب لها كامل المهر وتعتد ولا لا إذا طلقت؟ هذه مسألة ممكن اختلف فيها العلماء. ابن قدامة عليه رحمة الله نقل إجماع الصحابة، غير أني عثرت على قول ابن عباس خلاف هذا الإجماع، لكن لعلها رواية أخرى عنه، أن الصحابة أجمعوا إذا أرخي الستر أي أغلق الباب وجب المهر والعدة، بصرف النظر
هل وطأها أم لم يطأها؟ هذا عندهم. الشافعية لهم قول وهو قول في المسألة في الحقيقة لا تجب يعني العدة والمهر بمجرد الخلوة إلا إذا ثبت الوطأ. يعني إيش؟ ثبت أنه جمعها، فإذا ثبت بإقرارها أو بإقراره وجب لها المهر كاملا ولم يعلن الزفاف ولم يقيم العرس كما هو المعلوم من عادة الناس الآن، لكن خلى بها بطريقة أو بأخرى كما يفعل الناس الآن. طيب، مجرد إغلاق الباب أو إرخاء الستر كما يقولون هل يوجب لها المهر كامل إذا طلقت ويوجب عليها العدة؟ كما قلنا الشافعي يرجح أن هذا لا يلتفت له إلا إذا ثبت الوطء بإقرارها أو بإقراره. ماشي إخواني؟ طيب، مجرد الإرخاء عند كثير من أهل العلم يقولون بمجرد كما نقل ابن قدامة وهو يقول إجماع الصحابة، وإن كان يوجد أثار عن ابن عباس خلاف ذلك، أنه يجب المهر والعدة بصرف النظر عن الوطء، ثبت أم لم يثبت، تدعيه تنكره، لكن طالما أرخي الستر خلاص انتهى الموضوع. ولكن قول الشافعي أرجح في المسألة. نعم، يعني مسألة سريعة على الطريق، هي ليست في هذه الآية لكن مهمة جدا. أنواع العدد، من الشباب يذكرنا بأنواع العدد سريعا؟ ماشي خالي، تفضل. لو في سماعة تحت عشان الأخوة يركزوا معنا، تفضل سريعا. أنواع العدد، في العدة اللي هي الوفاة قبل، وهذه كم؟ وهذه إن كانت حاملا ووضع حمل، وإن كانت غير حامل فأربعة عشر وعشر. إذا نفرق بين العدتين، قول الحامل بوضع الحمل هذه عدة، والمتوفى عنها زوجها، ها؟ ما خلاص إن كانت حاملا تكون مع ذوات الحمل بوضع الحمل ولو بعد دقيقة من إيقاع الطلاق تنتهي العدة. تمام، وإن لم تكن حاملا. تمام، توجد أنواع أخرى؟ لا، دي مسألة عدينا، هذه خلاص سيبها دي. وإن كانت فرقت بعد الدخول فهي إما أن تكون ممن يحيد أو لا يحيد. أيوة، أحسنت. أو يأس. أحسنت. فإن كانت ممن يحيد ثلاث حيضات وثلاث أطهار على الخير. جزاكم الله خيرا. وإن كانت ممن لا يحيد اليأس بصغر أو يأس فثلاثة أشهر. أحسنت. الشيخ علي جزاه الله خيرا جمع العدد بأسلوب بسيط خالص. المتوفى عنها زوجها وعدتها كم؟ أربعة أشهر وعشرة. طيب، والحامل سواء كان ميتا عنها أو مطلقة في الحالتين. ماشي. أما المفارقة الأخرى لها يعني حالتين لا تخلو منهما، إما أن تكون تحيض كأغلب النساء، ماشي، فهذه بثلاثة قروء، ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات على الخلاف المعروف بين أهل العلم. طيب، وإن كانت يائسة تجاوزت سن المحيض مثلا وطلقت ثلاثة أشهر، خلاص قولا واحدا. يبقى إذن لكن في مسألة فيها خلاف علي ظل خير لم يذكرها، وهي المختلعة، هل أحد يضيف شيء فيها؟ يبدو نحن ما بنقراش فقه أبدا. مسائل مهمة أنت ممكن تتعرض لها أنت شخصيا. فقه الطلاق هذا فقه لابد أن تلقي عليه نظرة وتتعرف على هذه الأحكام الشرعية، أحكام تترتب عليها أحكام أخرى كثيرة جدا. مختلعة اختلف فيها، التي تطلب الخلع من زوجها من غير تقصير منه ومن غير رغبة له، هو يريدها ولا يقصر في حقوقه وهي لا تطيق وتريد أن تختلع، الأصل أنها ترد إيش؟ ترد المهر، رد عليه حديقته الحديث. ماشي. طيب، هل هذه تبرأ
بحيضة واحدة لكونه فسخ وليس طلاق، ولا اعتبر الطلقة وتعتد كباقي المطلقات؟ مسألة خلافية. البعض يقول وهو الراجح أنها مطلقة كسائر المطلقات، ترد الحديقة مثلا، ترد المهر وتطلق وتعتد كالعدد المعروفة، ماشي، سواء كانت من أهل الحيض أو من غيره، حامل إلى آخر هذه المعاني، ماشي. طيب إذا كانت المسألة على الوجه الآخر أن هذا فسخا وليس طلاقا، منهم من يقول تحتد بطلقة واحدة لاستبراء الرحم فقط لغير، بحيضة واحدة، بكم؟ يبقى إذن عدتها كم؟ شهر على هذا القول. إذن هذه مسألة أردنا بس أن يعني تذكر على الطريق. المسألة الثانية وهي مهمة جدا في الحقيقة أيضا، ومسألة جميلة عند أهل العلم تكلموا فيها وفيها أبحاث، لكن سنحاول أن نختصر الكلام فيها لأنها مهمة جدا. المتعة، كما في قوله تعالى فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا. هذه من؟ ها؟ المطلقة قبل الدخول على ظهر النص، مش كده؟ انتبهوا عشان المسألة تترتب عليها مسائل، يترتب عليها مسائل أخرى. العلماء اختلفوا في حكم المتعة على الجملة إلى عدة أقوال. الأول أن المتعة واجبة لجميع المطلقات، سواء المفروض لها مهرا أو التي لم يفرض لها مهر، قبل الدخول أو بعده على السواء. هذا قول قوي، وهذا الذي رجحه الشيخ الإسلام عليه رحمة الله، وهذا قول الرواية عن الحنابلة وقول الظاهرية، ونقل عن علي بن أبي طالب وعن غيره كالحسن وغيرهم أيضا من أهل العلم. الثاني أنها أي المتعة واجبة لجميع المطلقات إلا المطلقة قبل الدخول التي فرض لها المهر، فهذه لها نصف المهر فقط، ماشي، وهو قول الشافعي في الجديد، لأن المذهب القديم كان خلاف ذلك كما سيأتي، وهو قول ابن عمر ومجاهد وكثير من السلف يقولون بهذا القول. يعني الفرق بين الاثنين إيه؟ أن هذا أخرج من المطلقة قبل الدخول التي فرض لها مهر، وفي مطلقة قبل الدخول لم يفرض لها مهر، توجد هذه المسألة، وبالتالي تلك ليس عليها خلاف، التي لم يفرض لها مهر هذه تطلق وتمتع قولا واحدا، ماشي. أما هذه هي التي فيها الخلاف، وهذا القول قول ابن عمر ومجاهد كما قلنا، غيرهم أيضا من الصحابة ومن السلف. الثالث أن المتعة مندوبة مستحبة يعني، وليست واجبة لجميع المطلقات ولا إلزام للزوج على دفعها. دول بيقولوا إيه؟ إنها مش واجبة، ندبنا إليها، كما في قوله تعالى والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، والتانية حقا على المحسنين. فيعني ذهبوا إلى أنها مستحبة وليست واجبة، وهذا قول المالكية، هذا قول المالكية، والمالكية يعني أغلبهم يقول بهذا القول أنها مستحبة وليست واجبة. نعم، وأن الزوج لا يلزم بها. القول الرابع أنها واجبة للتي طلقت قبل الدخول بها وقبل أن يفرض لها مهرا، ولا تجب لغيرها، وهو قول الأحناف ورواية عن أحمد والشافعي في القديم، وهو قول عن سعيد بن جبير عليه رحمة الله، يقول أن هذه الآية، هذه التي معنا، منسوخة بآية البقرة، والتي هي في قوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، ها، فنصف ما فرضتم، قال ولم يذكر المتعة، إذن هي يكتفى لها بنصف المهر طالما لم يدخل بها. وهذا القول يعني يرجحه سعيد بن جبير عليه رحمة الله. طيب، يوجد قول خامس لبعض المعاصرين وهو مشهور في الحقيقة، لكن أعتقد ليس عليه دليل، وقول ينسب للشيخ العثيمين في الشرح الممتع،
يقول تجب في حالة واحدة إذا طالت المدة. طيب إيش الدليل؟ لم يذكر الدليل. يعني يقول لو رجل عقد على امرأة عقد النكاح ثم طال انتظارها ثم طلقها، الأصل أن لها إيه في الشرع؟ فالنصف ما فرضتم إن كان لها فرض، ولو ما كانش في فرض بل هي لها متعة قولا واحدا، لا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. فهو يقول حتى لو كان فرض لا فرض بس طالت المدة يمتعها، ماشي. والرد على هذا القول في الحقيقة لا يوجد دليل واضح في هذه المسألة، ولذلك نقول يعني المسألة خلاص المسألة يعني تدور بين قولين عشان تبقى عارف الحكم. القول الأول بالوجوب لعموم قوله تعالى وللمطلقات ها متاع بالمعروف حقا على المتقين، يبقى إذن كل المطلقات لهن متاع، ماشي. هذا القول الأول. القول الثاني أنها مستحبة، ماشي إخواني، أنها مستحبة، ودعي أهل الإحسان إلى الحرص عليها، بمعنى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. من هو الذي يعرف الإحسان من عدمه؟ من ها؟ هو الله عز وجل، لا يطلع على القلوب وما في القلوب إلا الله، صح؟ إذن من الذي يعرف هذا محسن وهذا غير محسن؟ الله عز وجل. الإحسان مقام بين العبد وربه، ماشي. ولذلك كانت الدعوة للعموم أن يحرصوا أن يكونوا من المحسنين ولو استبشارا ولو يعني حرصا على الخير. هذا استحثاث للهمم، أنه هو لو خلاص يطلق يبقى إذن إيه؟ يعطي ليكون في عداد من أحسنوا، حتى لو كانت يعني من الأمور المستحبة، فهذا ولا شك فيه يعني استحثاث للخير في قلبه، وهذا أمر جيد وجميل. لكن العلماء اشترطوا، سواء الذين قالوا بالوجوب أو بالاستحباب، الاثنين مع بعض، انتبهوا لهذه اللطيفة. قالوا إيه؟ خلاص فريق يقول بالوجوب وفريق يقول بالاستحباب، مع التفريق في بعض المسائل التي اختلف فيها، ماشي. خلاص مش هنختلف، احنا كلنا مجتمعين أن المتعة بهذا القول تجب أو تستحب حينما يكون الزوج هو المتسبب في الطلاق، هو اللي عايز يطلق. يبقى إذن مش هنختلف سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب، بس بشرط يكون الزوج هو اللي الطلاق من ناحيته هو، ماشي إخواني. طيب ماذا إذا طلبت هي الطلاق؟ تمتع؟ لا تمتع بلا خلاف، ما هي اللي طلبت الطلاق وهي التي أصرت على الطلاق، إذن لا متعة لها. هي قد ترد هي المهر أصلا، زي مين؟ المخترعة. ركزوا يا جماعة في الفقه والتركيز، غير الحكاوي اللي كنا بنحكيها، محتاجين نركز شوي، ماشي. إذن هذه مسألة مهمة يعني لابد أن تنتبه لها. طيب والله أنا عايز أعرف الحكمة من الإمتاع، إيش الحكمة من تمتيع المطلقة سواء قلنا بالوجوب أو بالاستحباب في الحالتين؟ لتتعرف على جمال الشريعة، شموليتها وحرصها يعني على أدق الأمور. تخيل، حتى نتعلم، لأن احنا فعلا أمام واقع مرير مرير لا تستطيع أن تتعرف. إذا نظرت إلى قوله هنا وسرحهن سراحا جميلا، هتقول إيه السراح الجميل ده؟ يعني لما تعرف معنى السراح الجميل الآن بعد قليل ستقول لم أره قط. معنى أنا شفت مئات حالات، ألاف، بل مش عايز أقول لك عشرات الألاف من حالات الطلاق، لم أرى السراح الجميل إلا النذر اليسير، ومع ناس أخوة ملتزمين وصعدوا المنابر. هو فين المنبر؟ هناك. تخيلوا عند التطليق والحديث المتعة والمؤخر والحقوق، سبحان الله العظيم، صورة منفرة. وين الصراح الجميل؟ سنبين لك ما هو الصراح الجميل. إذا انتبه لهذه المسألة الدقيقة، لأنها مسألة مهمة جدا. يقول العلماء والحكمة من الإمتاع تخفيف عن الزوجة وجبرا لها لما وقع عليها من الطلاق. الشرع برعيها، هي امرأة ناقصة في عقلها، ناقصة في دينها، كسرت كما يقولون،
فجعل المتعة جبرا تسلية تخفيفا. وقال لك كمان معنى جميل جدا جدا، شوف شوف حرص الشريعة على حاجة عايزكم تركزوا عليها، حاجة في منتهى الروعة. قال لك إن القاضي إذا حكم بالمتعة والزوج متع، هذا إذان وإعلان للجميع أن هذه مطلقة بسببه هو لا بسببه هي، إذن هذا حفاظ على مكانتها وعلى سلامتها، فالطلاق ليس منها ولا فيها العيب، ولكن هو الذي طلق لأمر عنده. إيه رأيك في اللطيفة دي؟ حاجة روعة فعلا. ده يا أخواني كلام رائع جدا، يعني أهل العلم لهم يعني إشارات لطيفة في هذا المعنى، ولذلك قالوا هذا معنى جميل ينبغي أن نحرص على فهمه الفهم الصحيح. نعم نعم نعم. من منطلق إيش يا أخي؟ متع سواء كانت واجبة أو مستحبة، ولا تنسوا الفضل بينكم يا أخي، سواء كان بينك وبينها أولاد مش بينك وبينها أولاد، كان في عشرة يا أخي، لا تنسوا الفضل بينكم يا أخي. الأخ ماسك على الواحدة واقف بطريقة صعبة جدا، تقول مش ممكن، مش هو ده اللي سألنا نعرفه، خلاص تدخل الشيطان ووصل إلى هدفه يعني من أقصر الطرق كما يقولون، وتجد التعنت والعناد والتصميم والكلام الغير لائق الغير مقبول بالمرة، فهذا في منتهى الخطورة. قالوا من الحكم، على فكرة دي أنا اللي أقول لكم اللي أنا بشوفه قدامي يعني من كثر المشاكل في اللجنة الشرعية أمر طبيعي. قال لك من حكم تشريع المتعة تخفيف نسبة الطلاق. هتقولوا إزاي؟ بيقولنا والله العظيم بتلاقيه مستوى عالي. إحنا بنقول إيه في الشرع؟ وليه ومتعنا على الموسع قدره وعلى المقتري قدر، كل واحد على قد مستواه ماشي، الغني والفقير واللي حالته وسط. فلما نقول لا ده انت حالتك كويس، ده انت مثلا عليك 20,000 متعة او 10,000 متعة، في ناس بفضل الله ما تعنوا 50,000، وفي ناس 100,000 ملايين وتجوزوا بنات الناس ويحسبوا الموضوع لعبة. لا ده الشرع يعلمك الادب تنضبط. تخيل ناس كتير رجعت ولغت الطلاق عشان المتعة كانت عالية. تعرف ان الحكمه دي فعلا ما تعرفش الا فعلا تجرب. لما قال المخر كام يا حاج؟ يقول لك المخر 10,000 جنيه. طيب والعفش في قايمه؟ اه في قايمه. خلاص هتاخد قايمه. هو اللي عاوز يطلق الراجل خلاص حيل، لو حولنا ما فيش فايده. طيب خلاص العفش والمؤخر، يلاقي نفسه ايه؟ هيكوع زي ما بيقولوا صح؟ يقول لك طيب تاخد فرصه تفكر؟ يقول اه مفكر. مع النصيحة والتذكير بالله والآيات والأحاديث وعسى أن تكرهوا شيئا وكذا، تبص تلاقي ربنا بيكرم والعمل بشيء. بس السبب إيه؟ سبحان الله العظيم، خاف من الفلوس. فوارد أن تكون هذه من الحكم واللطائف. نعم، باب الإنصاف القانون المصري يا جماعة رائع جدا في هذا الباب. القانون المصري رائع جدا، يعني قرأت أنا المذكرة التي تتحدث في هذا الباب، بنحاول نراجعها دايما عشان المشاكل إما يعني تفض عن طريق اللجنة الشرعية وأحيانا يلجأ للقضاء، فيبقى الواحد عارف اللي هنا واللي هنا. فما في الحقيقة في أغلب الأحوال الشخصية واخدين بالمذهب إيش؟ الحنفي. في هذه المسألة لقيته عامل ربنا يجزيه خير، مش عارف هو مين طبعا، مذكرة على القانون قديمة، بيقول كلام رائع صرف النظر يعني على الخلاف الثابت بين أهل العلم أنها واجبة أو مستحبة لغياب الضمائر وعدم الزمم والانحراف الموجود الخلقي وكذا في الواقع، فحرصا على يعني حقوق المرأة وكذا، فيروا بوجوبها وقدروها بما يوازي نفقة سنتين كاملتين، مع أن في شيء من المبالغة شوية، لكن هو إيه ذكر الخلاف في المسألة وقال إن في فريق يقول بالوجوب وفريق يقول بالاستحباب، وهو يراها في التقدير. التقدير ده أرجع للسلطة التقديرية للقاضي، يعني ممكن يشوف الدخل كام وهو بيعون كام واحد غيرها ولها حسبة معينة. إحنا بنقول بنفقة سنة، بنحسبها له بنفقة سنة، القانون بيقول سنتين، لكن لو اصطلح على أقل من ذلك أو أكثر ما فيش حرج،
لكن لفت نظري أن القانون هنا يعني أثبت كل الأقوال المذهبية المعتمدة، ويعني انطلق من خلالها ولم يخرج عن إطارها، وهذا في الحقيقة شيء مبشر. ندعو الله عز وجل أن تقنن كل القوانين حسب وفق الشريعة كما يقول الدستور بعد الجهد الذي بذل فيه، أن المشرع ملزم بتنقيض كل القوانين السابقة التي تخالف الشريعة وعدم سن أي قانون جديد يخالف الشريعة. فنتمنى مع يعني الوقت وإتاحة الفرصة أن يتم هذا المعنى. نرجع إلى الوقفة الجميلة الأخيرة في الآية، وهي في قوله تعالى: وسرحن سراحا جميلا. يا لروعة الكلمة، والله أقسم بالله العظيم ما خدت بالي منها. شوف الواحد بقى له زمان بيقرأ في التفسير وفي الفقه، إلا ما شفت موضوع الطبيعة، شفت كثرة المشاكل، ويعني من باب التحديث بالنعمة شفت بعض الصور الجميلة اللي هي التسريح الجميل. وسرحون صراحا جميلا، إيه هو الصراح الجميل؟ قال لك الصراح الجميل أنه يلتزم بالأحكام الشرعية، وهو في هدوء وسكينة وأدب، أخلاق عالية، لا يرفع صوته، لا يغضب، لا يخرج عن الإطار، لا يشوه، لا يشهر، لا يعنف، لا يعير، لا 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 ولا حاجة خالص. يقول اللي يقول عليه الشر حضرتك أنا أعمله، بس تسامحني وسامح. ياه، الواحد كان بيقول هو ممكن نشوف حاجة زي دي؟ لغاية لما شفت والله بفضل الله عز وجل، وناس طيبين بسطاء، ناس بسطاء مع الأسف الشديد، يعني بمفهوم الأخوة القاصر يقول لك مش ملتزمين. لا، في نظري هم الملتزمين وانت اللي مش ملتزم. واحد عمي جه، احنا دورنا بنقول يعني الصلح خير، ونذكر بالله، وعسى ان تكرهوا شيئا، والآيات والأحاديث الباب والصبر، وعسى ان ترزق منها الولد الصالح، وعسى وعسى وعسى. بطبيعة الحال هو يقول استحالة العشرة، والله عز وجل يقول امساك بمعروف او تسريح بإحسان. انا اتيت الى هنا لاعلم ماذا علي شرعا، ونقول له واحد اثنين ثلاثة اربعة واللي وفوق منهم كمان، وتعالى علي كمان. ايه ده، في ناس حلوة، في ناس حلوة، لكن مع الاسف الشديد في ناس كتير جدا صورة منفرة. تعالى شوف عند مسائل الطلاق تجد صراع كأنها معركة، وتجد الأخ يا أخي لا تذكر الماضي، لا تفتش، حرام. الصراحة الجميل أنت ما تحكيش خلاص، حتى لو كان يخصر. بعضهم بيقول أن الصراحة الجميل هو الستر، ما تجيبش حاجة غلط فيها ولا تذكر أي حاجة. دول خلاص، شوف الحقوق التي لها أنا لا أرغب في يعني إكمال الطريق معها، خلاص ستر. هذه معاني يا أخواني نحتاج أن تنتشر في أوساط الأخوة، لأنها في الحقيقة من المعاني الشرعية الجميلة. قال الله تعالى: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. قال المصنف عليه رحمة الله: يا أيها النبي إن أبحنا لك أزواجك اللاتي أعطيتهن مهورهن وأبحنا لك ما ملكت يمينك من الإماء مما أنعم الله به عليك وأبحنا لك الزواج من بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وأبحنا لك امرأة مؤمنة منحت نفسها لك من غير مهر إن كنت تريد الزواج منها خالصة لك وليس لغيرك أن يتزوج امرأة بالهبة. عشان ما يجيش النهارده واحدة تقول لك أنا وهبت لك نفسي، وتقول ده هي اللي وهبت نفسها. عقد الهبة الآن في الجامعات وفي الشركات وفي الأسواق أكثر من أن يحصى،
يعني لجهل الناس بالأحكام الشرعية، تلاقي شباب معهم عقود هبة تقول هي كاتبة له أنا وهبتك نفسي من وراء الولي، هذا زنا والعياذ بالله تعالى، لا يجوز لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الهبة منتهي قولا واحدا. نعم، قد علمنا ما أوجبنا على المؤمنين في أزواجهم وإمائهم بألا يتزوجوا إلا 4 نسوة يعني كحد أقصى، وما شاءوا من الإماء واشتراط الولي والمهر اللي هي والشهود الشروط الشرعية اللي هي الإجاب والقبول والولي والمهر المسمى، وبعضهم يضيف الإشهار إلى آخره، ولكن رخصنا لك في ذلك وسعنا عليك ما لم يوسع على غيرك لئلا يضيق صدرك في نكاح من نكحت من هؤلاء الأصناف، وكان الله غفورا لذنوب عباده المؤمنين رحيما بالتوسعة عليهم سبحانه وتعالى. هذه الآيات يا أخواني أو هذه الآية فيها توسعة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفيها رفعا للحرج عنه فيما زاد على 4، أما باقي المسلمين أبيح لهم التعدد سواء كان الأصل التعدد أو الأصل الواحدة ثم أبيح التعدد على الخلاف الوارد في المسألة، يعني وجعل الزواج 4 هو الحد الأقصى لعموم المسلمين. أنه يسلم فقد يعني رفع عنه الحرج في هذا حتى لا يعني يضيق صدره بذلك، وحتى يكون من باب التوسعة عليه في هذا الباب. وكما أشرنا في الآيات السابقة أن هذا كان لمصلحة الدعوة، أغلب النساء التي تزوج بهن صلى الله عليه وسلم سواء الممهورات أو المهاجرات أو المملوكات أو الواهبات كلهن بفضل الله تبارك وتعالى لمصلحة الراجحة للدعوة، ولم يكن فيهن بكرا إلا واحدة اللي هي مين؟ سيدة عائشة رضي الله عنها، والباقي كلهن يعني ذوات أيتام أو من عائلات كبيرة لتأليف القلوب وجمع الناس على الإسلام والتقارب والدعوة إلى آخر هذه المعاني. أما نحن معاشر المسلمين، وهذه قضية يعني تحتاج إلى أن ندقق فيها النظر حتى لا يفهم المعنى خلاف ما هو عليه. البعض يظن أن الأصل التعدد ماشي، ومن حقه أن يفعل ذلك على الإطلاق دون تفصيل. لا، حتى لو قلنا أن الأصل التعدد، الأمر ليس على إطلاقه وليس في حق كل أحد وليس على الوجوب أصلا ماشي. هو مباح لك أن تعدد لكن بشروط، حتى لا تفسد، حتى لا تشوه الصورة، حتى لا تكون منفر، حتى لا تبني بيتا على أنقاض البيت القديم، يبقى أنت كده إحنا بنبهدل الدنيا كده، صح ولا لا؟ انتبهوا للقضية محتاجة تفصيل. يعني البعض يظن خلاص له هذا الحق الشرعي ويفعل ما يشاء. نحن قلنا ضابط لو تذكرونه في بعض الدروس، لابد أن ننظر من هذا الذي سيعدد، هو مين، مواصفاته إيه، معاييره إيه، ومن التي يعدد عليها، هي مين اللي هتستحمل الصدمة دي وتتعايش معها وممكن تتجاوب، ومن التي يعدد بها، من هي التي تقبل أن تكون يعني زوجة ثانية وتقدر أن له أولى وله عشرة وماضي وأبناء وواقع وكذا. إذا نجحنا في فهم هذه القضية قد نكون صورة مثالية، قد نقلل من عدد العوانس الأرامل المعيلات إلى آخره بالطريقة الشرعية، لكن مع الأسف الشديد الواقع الموجود صورة منفرة. يفشل سيادته أن يدير بيت فيه زوجة واحدة، يعمل إيه؟ يروح متجوز الثانية، واللي بيحصل إيه؟ ممكن يخسر الأولى ويخسر الثانية، لأنه مؤهلاته وإمكانياته مش المادية. ما تفهمونيش غلط، الموضوع مش مادي تماما، موضوع قدرات وإمكانيات إدارة، لأن البيت ده المفروض مدرسة من مدارس الأمة، جامع من جامعات الأمة، تخرج البنات الصالحة. المفروض البيت ده حصن من حصون الأمة، لازم يدار إدارة صحيحة ولازم يحافظ عليه ويعني ياخذ حقه في هذه النواحي، مش العملية على إطلاقها كده وخلاص. لا، ده القضية يعني حساسة لدرجة عظيمة جدا ينبغي أن تراعى فيها المشاعر. طب أسألكم سؤال، هو في حد أحسن إدارة من النبي صلى الله عليه وسلم لبيته؟ في حد؟
لا طبعا. طب النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع السيدة خديجة حتى قبضت في سنة كم؟ حد عارف كم؟ العاشرة من البعث. أيوة كده ممكن على الخلاف الوارد ماشي، ومن يقول قبل ذلك بقليل ماشي، ما علينا الخلاف. لم يتزوج عليها امرأة قط، عارفين ليه؟ لطيفة والله العظيم، مراعاة لمشاعرها وأحاسيسها، لعظيم دورها في خدمة الدين والتخفيف عنه والوقوف بجواره، كان بيحبها جدا وبيقدرها جدا، ما التفتش لأي امرأة خالص خالص حتى قبضت. النوعية دي لو عندك امرأة صالحة ودينة، ولكن في طبعها قد لا تقبل التعدد عليه، يا أخي راعي مشاعرها واكرمها لله عشان هي عابدة وصالحة ودينة، أدي هذا الدور بهذا المفهوم. أين أنت من هذا المعنى؟ ما هي سنة ولا أنت عاوز التانية بس؟ ها انتبهوا، المعاني كثيرة في هذا الباب. لسنا ضد التعدد لأن هذا أمر شرعي لا نملك أنا ولا غيري أن نتكلم فيه، لكن نحن نصح ننصح فقط، لأن الصورة أمامنا والمشاكل التي تطرح علينا في الحقيقة لا تتصورون حجم المآسي في من يقبلون على التعدد بغير دراسة وبغير فقه وبغير معرفة. صورة منفرة بكل معاني الكلمة، مش ممكن أبدا. أنا موقف ما انساهوش في حياتي أبدا، يحكيوا لي بعض المشايخ الكبار قديم، أخ ربنا كرمه ومبسوط ومتجوز زوجته طيبة ودينة، لكن هي امرأة حينما تغار القضية تتغير. فالمهم هو عايز يتجوز، فسأل الشيخ، الشيخ قال له نصيحة لك أنت بالذات، أنا خايف عليك، ما تقدرش تدير بيتين؟ مش عشان المال، مبسوط عنده مصانع ومبسوط جدا، أنت احمد ربنا وعيش مع زوجتك وحافظ على بيتك. المهم هفت عليه لازم يتجوز خلاص، فتجوز في السر وما أخبرش زوجته الأولين خالص. أنت عارفين النساء فقهات في هذا الباب، حست إن في حاجة غير طبيعية، قعدت تراقبه ويروح هناك في النهار بس، وأنا رايح المصنع رايح الشركة ماشي، تتبعته تتبع دقيق جدا أشد من الجماعة إياهم، ما فيش بعد كده. وصل لها الخبر إن هو فعلا اتجوز، ده مش كده وبس، شوف الورع، وبياخده ويروح بيها درس الشيخ فلان في المسجد الفلاني اللي بيبدأ من المغرب للعشاء في المكان الفلاني في المسجد العلاني في الحتة الفلانية. وصاحبنا نزل الصبح رايح فين؟ رايح الشغل والمصنع، عندنا دعيلة النهاردة، عندنا حاجات مهمة جدا. وراح للمصنع وطلع على الزوجة الثانية وخدها وراح للدرس في العربية بتاعته، معاه النسخة الاحتياطي بتاعت العربية هي. فراحت متتبعة المكان، وصلت لقت العربية قدام المسجد، وصاحبنا جوه المسجد مع الشيخ والزوجة الثانية مع الأخوات. راحت فتح باب العربية وقعد في العربية والدنيا ضلمة، وصاحبنا جاي إيده في إيدها ودخل على العربية وجاي إيه كمان، شوف بقى شوف بقى شوف بقى الود والحنية والحب، مش يفتح بقى باب العربية عشان هو يسوق تركب من ناحية، لا يفتح لها الباب بنفسه يلف كده، فهو بيفتح الباب لا دي طلعت من الباب كده. تخيلوا المشهد، الشيخ بيحكي لي بنفسه والله العظيم يا اخواني هذا بدون واسطة. طبعا بهت، وهي طبعا امرأة فقدت صوابها تماما وظلت تتكلم بصوت مرتفع، يا صاحبة الدين والأخلاق معروف هادية، ثارت ثورة عارمة. وطبعا تخيلوا بقى الناس طالعة من المسجد والشارع مليان ومكان زحمة في وسط البلد، مشهد رهيب، وطاشت الكلمات والصريخ والاتهام بالخيانة والعمالة وقول زي ما انت عاوز. فطبعا عشان خاطري، طيب صوتك، طيب الفضايح، طيب الناس، طيب اللي انت عايزاه. فالمهم سابته واخد دش مظبوط، راحت ملتفتة للتانية، يلي يلي يلي. فالتانية طبعا مسكينة فوجئت اندهشت، فالتانية طبعا امرأة راحت ردع عن نفسها بيقول ده عشان خاطري سكوتي وعشان خاطري، والتانية يقول عشان خاطري، التفتين شوية وهنا شوية في شوية، لا دي ساكنة عمل ايه بقى؟ قال دي انت طالق ودي انت طالق، وركب العربية وسابهم الاثنين ومشى. ينفع ده يعدد؟ ايه رأيكم؟
ده بدون واسطة، يعني النقل مباشر. إن الذين يرجعون، خلينا في التفسير. الله المستعان. قال الله تعالى، هذه أداب توجه للجماعة المؤمنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يوجه: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ركزوا على ختام الآية، صح؟ مش إلا كده؟ ركزوا معنا. قال المصنف عليه رحمة الله: تؤخر، يعني يا محمد، من تشاء من نسائك في القسم، يعني في الاسم، يعني في العدل، ماشي، تؤخر من تشاء منهن. نعم، الكلام فين؟ أي نعم، تؤخر من تشاء من نسائك في القسم في المبيت، وتضم إليك من تشاء منهن، ومن طلبت ممن أخرت قسمها فلا إثم عليك في هذا، ذلك التخير أقرب إلى أن يفرحن ولا يحزن ويرضين كلهن بما قسمت لهن، والله يعلم ما في قلوب الرجال من ميلها إلى بعض النساء دون بعض، وكان الله عليما بما في القلوب حليما لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. كلام نفيس يحتاج إلى وقفات. انتهى كلام المصنف في هذا الباب. وننظر فنقول: قيل في هذه الآيات معناها باختصار زي ما أنتم فهمتوا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 نساء، فكان يتحرج من موضوع العدل لكثرة العباء والمشاغل، فكان حساس جدا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخاف جدا أن هو مثلا يميل هنا شوية، يطول هنا شوية، يتأخر هنا شوية، فكان الأمر هذا يقلقه عليه الصلاة والسلام، فرفع الحرج عنه بالقرآن. قال لك عشان إيه؟ قلوب نساء النبي صلى الله عليه وسلم تطمئن، أن الله عز وجل هو الذي أذن له، لأنه يتحرج ويستحي يكلم في الموضوع ده، وهو لشدة ورعه كان حريص على العدل بطريقة مش ممكن، مش ممكن. فجاءت هذه الآيات لترفع عنه الحرج، ومع ذلك كان يعدل بالسوية، حتى أن حديث عائشة رضي الله عنها المشهور تقول في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، كان يقول: أين أنا الليلة؟ أو أين أنا غدا؟ يتحسس ليلة مين؟ عائشة، ماشي. ولكن كان يطاف به على نسائه، يحمل يتشال يلف به كل واحدة في قسمتها، يا وكان يتضرع بهذا الحديث الجميل الرائع: اللهم هذه قدرتي فيما أملك، جسدي وبدني ووجودي ومصروفي ونفقتي، اللهم هذا يعني قدرتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، اللي هو إيه؟ أمر عجيب يا أخي. وإن كان بعض الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم أدبهن وحرصهن على ما يحب عليه الصلاة والسلام ورفع الحرج عنه كما ورد القرآن، اتفقنا أن يمرض في بيت عائشة في آخر اللحظات. بس الحديث الثاني بيقول إيه؟ هي بتقول سيدة عائشة بنفسها في صحيح البخاري الحديث، أن كان يطاف به يتحسس ليلتها، فيتتشرف وتفتخر على نساء نسائه أن كانت الليلة التي قبض فيها في ليلتي، وقبض بين سحري ونحري، كان ما عدا نص قاعدة كده، وقعد وراه حط رقبته كده على لغاية لما راسه وصلت لغاية الحلقوم كده عندها، يعني منيمة على صدرها، بتطببه وتحط إيدها في المية وتمسح له، رضي الله عنها وأرضاها. وكان حريص على العدل. يا أخي هذا مثال
أنا أقول انتبه لهذا المعنى الجميل العظيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي خفف عنه ورفع عنه الحرج وربنا قال له ما فيش مشكلة خالص، تقدم واحدة تأخر واحدة تزود هنا شوية هنا شوية، لك سعة في هذا الباب، ما كانش بيعمل، وكان حريص على العدل مش كده بس، وكان يربي أصحابه كما في الحديث المشهور كان يقول صلى الله عليه وسلم من كان له زوجتان اثنين من النساء فمال إلى إحداهن جاء يوم القيامة إيه وشقه مائل، جاي مسمار النص مكسور، عارفين مسمار النص؟ ماشي بس ماشي كده على جنب ليعرف على رؤوس الأشهاد أن هذا كان له زوجتان ولم يكن يعدل بينهما. عشان كده سيدنا معاذ بن جبل الصحابي الجليل كان يعمل ايه؟ كان يتحرى الدقة في العدل بطريقة مش ممكن. مرة ماشي في المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن، وراء طلبة العلم اللي بيحبوه لأنه كان من أعلم الصحابة، أعلم أمتي بالحلال والحرام من؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. عمر يقول من أراد الفقه فليأتي معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر علماء الدنيا يتقدمه معاذ بن جبل برتوة حجر، برمية حجر يجي قدام جميع علماء الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة، حاجة ما يعني في شرف بعد كده أعلى الشهادات. فمر في يوم من الأيام في يوم حار صائف شديد الحرارة، وكان له زوجتين وله بيتين، فعدى من قدام بيت من البيوت تردد كده ومشى كمل المشوار على طول. وبعدين طلب يا جماعة عايز أشرب أنا عطشان، ففي واحد من طلبة العلم مركز عايزكم تركزوا، قال له جابوا له مية شرب طبعا من بيت من البيوت، قال له يا إمام يعني ليه ما شربتش عند بيتك الأولاني؟ مش ده بيتك أنا عارفك. فسكت ما قدرش يرد عليه، فيبدو أن الشاب مركز برضه، فأصر في السؤال لما لم تشرب في بيتك الذي مررنا به طالما أنت عطشان؟ قال أخشى أن يسألني ربي يوم القيامة يا معاذ لما شربت عند الثانية وهي نوبة الأولى، إيه اللي جابك هنا؟ ده النوبة دي بتاعت الثانية، تشرب من هنا مية حلت يعني المية؟ طيب لو شرب بالله عليك وفيها حاجة عادي، لكن ورع. ده قال لك لما كان أمير المؤمنين في بلاد الشام في زمن عمر وفي طاعون عمواس، هو مات في الطاعون، ماتت زوجاته الاثنين في توقيت واحد وعياله كلهم، ومات هو بعديهم طبعا. فعمل ايه لما قالوا له زوجاتك الاثنين ماتوا؟ غسلوهم وكفنوهم وحملوهم على المقابر وعملوا لهم طبعا، عشان طاعون عمواس مات فيه ناس كتير جدا، كانوا يعملوا قبر جماعي للنساء قبر جماعي للرجال ويحطوا الناس مع بعضيها حفره واحده فيش فرق يعني. فجم ينزلوا لهم لا لا بالراحه استنوا شويه، في قال لهم اعمل قرعه بس انزل مين الاول عشان ما اكونش قدمت واحده على الثانيه يكون في شعره كده جوه، ايه رايكم يا شباب؟ والشباب مش حاسين ان التعدد مسؤوليه عظيمه جدا. انا بقول لك كده عشان خايف عليك وعايزك تركز، احنا لسنا ضد التعدد ابدا والله، لا نملك ولا نستطيع، وهذا جرم لو قلنا بذلك لأن هذا دين، لكن القضية نحن نريد أن ننشر صورة مثالية، صورة مؤثرة، صورة يعني تصل إلى الدنيا بأسرها وتقول انظروا كيف شرع التعدد في بعض الأحوال ببعض المعايير ببعض المواصفات ليكون المشهد رائع وآسر ومؤثر ويتحرك في انسيابية وأريحية لا في عراك ولا بقوله طحن عليه طحن تلاقي طحن شغال صراع، لا 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 أبدا لا تخرج عن الإطار لأن لك إطار. وطبعا الكلام في العدل والتسوية في المبيت وفي الليل وفي النهار على القول الراجح
إذا كان ليلة وليلة أو يوم بليلة ويوم بليلة أو ثلاث وثلاث حسب الاتفاق ماشي، وتكون كاملة هنا وكاملة هنا، وفي النفقة طبعا وفي الكسوة وفي المعاملة. طيب القلب ميال شوية لا بأس لأنك لا تملك ذلك، لكن لا يؤثر هذا على التصرفات. ولذلك ختمت الآية بيش وكان الله عليما بما في القلوب، كان الله عليما بما في القلوب حليما لم يتعجل العقوبة لعباده. دعوة للتوبة والإنابة والعودة إلى الله عز وجل. في الحقيقة لفتت نظري هذه الخاتمة الجميلة لهذه الآية التي حدثتنا وكان الله عليما حليما. استفدت منها حاجة جميلة جدا. طبعا عليمة مرت بنا كتير، قلنا قد وسع كل شيء علما، قد أحاط بكل شيء علما، يعلم السر وأخفى، يعلم الغيب والشهادة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون، وإيش أخرى؟ وما كان لو كان كيف يكون. سبحان الله العظيم، يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون لو كان كيف يكون. ايه ده؟ ده معنى المفروض يخليك تنتبه، تزداد تعظيم وتوقير واجلال وحذر وحيطه. شوف حط وراه ايه؟ حليمه. يا اخي طالما علمت ان الله عز وجل يعلم السر واخفى، يعلم الغيب والشهاده، يعلم كل شيء، لا تغتر أنه أمهلك ثم أمهلك ثم أمهلك، لكنه لن يهملك أبدا. فلا تغتر. وإن كان الحليم من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى على هذا النص وعلى قوله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حليم ستير، والأحاديث في الباب كثيرة والآيات لا تشير لاسمه الحليم كثيرة أيضا. لكن السؤال الجميل جدا للأزواج ولغيرهم، ما نصيبك من اسمه الحليم سبحانه وتعالى؟ نصيبك من الحلم؟ هل تعبدت إليه بهذه الصفة الجميلة؟ هل أنت حليم زي ما ربنا حلم عليك؟ شوف خليك معي كده، شوف البشر بيعملوا إيه. ربنا خلقهم يرزقهم، سخر لهم ما في كونه، أسبغ عليهم النعم الظاهرة والباطنة سبحان الله، ولم يعاملهم بما يصنعون، تمردوا عليه واشتروا عليه، عبدوا الشجر والحجر والبشر والبقر مش كده، وجعلوا له الصاحبة والولد، اتهموه بالفقر ومع ذلك حلم عليه ولم يأخذهم، أمهلهم الفرصة والفرصة. اسم عظيم يا إخواني، والله نحتاج إلى أن نتصف بهذه الصفة الرائعة الجميلة، أن يكن لنا منها نصيب. هي وردت في إطار إيش؟ في إطار البيوت والتعدد والنساء والعدل والقسمة مش كده؟ كأني بالمعنى ربنا يعلم ما في قلبك وهو حليم وأمهلك، فكن يا أخي حليم على أهلك. المرأة ناقصة في عقلها وفي دينها، تحتاج منك إلى الحلم، أن تعاملها بحلم. فوت، تغافل، طنش، عمل نفسك ما شفتش، ما سمعتش، طالما الحاجات تتعدى تتفوت. ليه أنت واخد الموضوع بكنشانة وبغلظة وشدة وعنف واقف على الواحدة؟ فين الحلم؟ ربنا يا أخي حلم عليك. كم مرة عصيت؟ كم مرة اقترفت ما نهيت عنه؟ كم مرة تمردت وتفلت ومع ذلك حلم عليك؟ يا أخي تعامل بحلم مع زوجتك المسكينة، هي أمانة في عنقك، هي أسيرة عندك، استحللتها بكلمة الله، فاتق الله فيها. أنت تعلم أنها ناقصة في عقلها ودينها، أنت تعلم أنها مسكينة في طبيعة خلقتها، تدور بين الحيض والحمل والنفاس والرضاع والطعام والشراب وتربية الأبناء وأداء ما تحتاجه أنت منها،
بين الجدران تحتاج إلى حلم في التعامل حتى يستقيم الأمر، حتى يستقيم البيت، حتى تستقيم الحياة. يا أخي حديث جميل جدا كلكم حافظينه، لو عندنا استشعار له لعقدنا العزم من الآن أن نحاول إن لم يكن فينا هذه الصفة أن نتحصل عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لشجع عبد القيس، قال له إيه؟ إنك لفيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم والأناة خصلتين ربنا بيحبهم جدا. الرجل كان لسه في الجاهلية، كان لسه جاي، قال له أنت فيك حاجتين ربنا بيحبهم جدا جدا. بيان الرجل كان حليم جدا، ما يتدردرش، ما يتسرعش، ما يندفعش. بسلامتك أنت لسه متجوز بقالك سنتين ثلاثة، بيقول لي دي الطلقة الثالثة. يا ابني حبيبي أنت بتعمل إيه؟ ايه اللي بتهببه ده؟ جالي من كم يوم واحد بقاله 3 شهور متجوز وواقع في الطلقه الثالثه، يقول لي شوف لي اي حل، شوف لك اي حل، احنا نبيع فجل. ده كلام صعب جدا، مش ممكن. ده ما اتعلمش فقه الزواج وكيف يدير البيت. فين الحلم يا اخي؟ ده امر طبيعي، لازم تصبر وتصبر نفسك وتعدي تتغافل. يا اخي خيركم خيركم لله وانا خير لله. سلم كان يتعامل معاه مساحة صدر مش ممكن، مش ممكن. لعلنا شرحنا في مرات عديدة جدا. إذن ربك يحب منك أن تكون على حلم. هل أنت مستعد أن تتصف بما يحبه فيك سبحانه وتعالى؟ ابن القيم بيقول إيه؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبتي بلا عصيان. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان، أنت كذاب. بتحب ربنا؟ ربنا بيحب الحلم. طيب عامل حاجة مندفع وعصبي وتسرع، ما تيأسش. طالما أمرت به في إمكانك أن تروض نفسك، أن تؤهل نفسك له. مش احنا من زمان بنقول في الحديث إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الصبر بالتصبر، مش كده؟ بالتعود، عود نفسك عليه. مرة واثنين وثلاثة هتلاقي نفسك قطعت في شوط. فين الحديث اللي دايما بقوله لو تذكروه؟ يا سلام لو تجيبوه من غير ما نقوله، هبقى سعيد جدا. السعيد من وعظة يا ارفع ايدك للجائزة والله العظيم عندي. جزاكم الله خيرا. ومن يتحرى الخير يعطى، كلمة جميلة جدا على فكرة، برددها في كل درس، صح ولا لا؟ ومن يتحرى الخير يعطى. والتانية بقى ها، ان تصدقوا الله يصدقكم. جزاك الله خيرا انت كمان. ان تصدقوا الله عارفين يعني ايه؟ ان تصدقوا الله في الحرص على الاتصاف بهذه الصفة الحلم، سيصدقكم ان توفقوا بفضله الى الحلم. ايه رأيكم؟ عاوزين الحلم ولا خلينا كده زي ما احنا؟ اللي عاوز يبقى حليم يرفع ايده. ما شاء الله، في ناس مش عايزة، ايه الحكاية؟ يا رب ارزقنا الحلم، من علينا بالحلم، واجعلنا من عبادك الذين يتصفون بهذه الصفة العظيمة، واجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب يا رب العالمين. أنا طولت عليكم، مش عارف احنا وصلنا لغاية فين، قد ايه الوقت؟ ساعة خمس. كنت عايز أخلص آيات ال شكل كده كفايه كده صح؟ ولا ناخدوا حاجه سريعه؟ ناخدوا ايتين سرعة كده ماشي؟ عشان نقربوا شويه من عايزين مع ان الواحد يعني يشعر بمتعه مع القران وخصوصا هذه الصوره المباركه. قال الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. بنقول دايما خلي بالك من ختام ايه الايه، اكيد في كلام يراد منها، مش جايه كده. قال المصنف: لا يباح لك النساء من بعد نسائك اللاتي في عصمتك واللاي ابحناهن لك. وهن المذكورات اللي هن الممهورات والمهاجرات والمملوكات والواهبات. اربع حاجات كده تحفظهم على طول، ماشي؟ ومن كانت في عصمتك من النساء المذكورات لا يحل لك أن تطلقها مستقبلا
وتأتي بغيرها بدلا منها، ولو أعجبك جماله وأما الزيادة على زوجاتك من غير تطليق إحداهن فلا حرج عليك، وأما ما ملكت يمينك من الإماء فحلال لك منهن من شئت، وكان الله على كل شيء رقيبا لا يغيب عنه علم شيء سبحانه وتعالى. باختصار شديد، فاكرين احنا لما قلنا نسلم يعني رأى أن الواقع والحال والضغوط والأعباء فكان وكأنه متأثم بذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى الأمر بتخييره لنسائه، مش قال له خيرهم بين ايش؟ خيرهم الله عز وجل في القرآن، ما بين اختيار المولى صلى الله عليه وسلم والنبي والرضا بهذا العيش وإن كان قليل بهذا الوضع وبهذه الظروف، أو أن يصرحنا صراحا جميلا يطلقنا ويعطينا يعني ما لهن من حقوق ومتع وما شبه ذلك. اختاروا ايهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختاروا الله ورسوله. قيل فكانت هذه الجائزة وهذا التشريف والتكريم أن الله أمره أن لا يطلق واحدة منهن أبدا، أمر ولا تطلق ولا واحدة فيه، تكريما لهن لأن اخترنا الله ورسوله، يعني ده من باب التكريم لهن. الإشارة الجميلة الثانية باختصار في هذه الآية، وكان الله على كل شيء رقيبا وما زال، وهذا فيه توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، يا جماعة في رقابة، في رقابة شديدة جدا، ربكم تبارك وتعالى السميع العليم يسمع ويرى، يسمع حتى دبيب نملة السوداء على صخرة الصماء في ليلة الظلماء، العليم كما قلنا وسع كل شيء علما وأحاط بكل شيء علما، يعلم السر وأخفى، الغيب والشهادة حتى خيانة الأعين وما تخفي الصدور، مش كده؟ الخبير بعباده، الرقيب الحسيب الشهيد، قال لك أسماء وصفات توحي بالرقابة الشديدة. فهل أنتم في الحركة في هذا الكون تستحضرون الرقابة أنكم مراقبون، ولا كل واحد ماشي على حل شعره زي ما بيقولوا؟ الغفلة عن الرقابة جرأة، قلة حياء وغفلة وتهاون تجاوز يعني الحدود وعدم توقير للشعائر وللمحارم، لكن استحضار المراقبة اللي هي منطلقة من مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تؤدي في الفترة التي قطعت لك في الدنيا وكأنك ترى الله عز وجل، وإلا فأنت على يقين أنه إيش؟ يراك. في الحالتين هذا استحضار للرقابة، وهذا معنى تربوي راقي جدا جدا جدا، لو استحضرناه لكان والله له أبلغ الأثر على حياتنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. الله أكبر. يعني هذه مجموعة من الأداب الجميلة الراقية الرائعة، يقول المصنف فيها سريعا: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وطاعوه لا تدخلوا بيوت النبي إلا بإذنه لتناول طعام غير منتظرين نضجه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا أكلتم طعمتم يعني فانصرف غير مستأنسين لحديث بينكم، فإن انتظاركم واستئناسكم يؤذي النبي وهو يستحي، فيستحي من إخراجكم من البيوت، يعني يستحي يقول اخرجوا أو يعني انتهى الوقت لعظيم حيائه عليه الصلاة والسلام، مع أن ذلك حق له والله لا يستحي من بيان الحق وإظهاره. وإذا سألتم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة من أواني البيت ونحوها
حتى لو من بعد وفاته كفتوى وما شابه ذلك يعني، فاسألوهن من وراء ستر ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نعم، من الخواطر التي قد التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال، فالرؤيا سبب للفتنة. وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتزوجوا أزواجه من بعده، أي من بعد موته أبدا، لأنهن أمهاتكم، ولا يحل للرجل أن يتزوج أمه. إن أذاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكاحكم أزواجه من بعده إثم عظيم عند الله عز وجل. قال المصنف: قد امتثلت هذه الأمة هذا الأمر واجتنبت ما نهى الله عنه. طيب، أنا أقول طبعا الكلام واضح، هذه مجموعة أداب. البعض يقول هذه الآيات نزلت في وليمة زواجه بمن معنا من أول السورة، اللي هي مين؟ زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاه، التي طلقها زيد وانقضت العدة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها لرفع الحرج عن المسلمين في الزواج بزوجات أدعيائهم إذا طلقنا وانقضت العدة لهن. يقولون نزلت في وليمة زواجه بزينب، لم يكن الحجاب قد فرض، فكانت زينب تجلس وجهها الحائط عظيم حيائها، وأصحابها قاعدين في البيت يأكلوا ويشربوا ومبسوطين وفرحانين بزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، فنزلت الآية. هذا قول. القول الثاني: نزلت في الثقلاء. من الثقلاء؟ اوعى تكون منهم، اوعى تكون تقيل في أي زيارة، حتى لو عند أعز الناس عندك، حتى لو عند أبوك وأمك، اوعى تكون تقيل. قالوا نزلت في الثقلاء. من الثقلاء؟ قالوا الذين إذا دعوا ما يصدقوا، ماشي بتلبية الدعوة، ماشي يروح ماشي على طول، وقاعد ويأكل ويشرب، لكن الحديث جميل والقعدة حلوة والسهرة جميلة، وصاحب البيت ما بيقدرش يتكلم، مستحي عيني ومكسوف وعايز ينام مش قادر، عمال يتهاوب وعمال يهرش في عينيه، وانت ولا انت في بالك. هؤلاء الثقلاء. قال لك كان في مجموعة من الصحابة سموا بالثقلاء، انهم كانوا، مع ان الواحد لو فكر يا عم الحاج واحد يطول، ده طعام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي وكلام الصحابه في حضره النبي، وممكن الواحد ينزل قعده جميله متعه، ولا ايه رايكم فيها؟ متعه فعلا، لكن النبي كان بيستحي ومتحرش، فالقران نزل ليخفف عنه. قالوا انت محروق تتكلم، معنى ده حقك؟ لا يا جماعه، الموضوع ده ما عادش ينفع خالص. وقيل نزلت لأن عادات العرب خزولة تكون ما زالت موجودة عندنا، والله العظيم موجودة، خلي بالكم أكيد هتعرفوها دلوقتي. كان لما يبقى مش المربوعة بس، يا ريت في المربوعة، كان العرب لما يكون عندهم مناسبة نكاح مثلا أو كذا بيعملوا الفرح قبلها بأسبوعين، صح؟ الناس يجي الثقلاء دول ويروحوا قاعدين سهرانين واكلين شاربين، كان زمان كده بس قبل الوليمة، يعني لو قلنا بس الوليمة في يوم واحد بيجوا من الصبح بدري، قال لك ده أنا معزوم في وليمة، وروح قاعد وتخلص الوليمة ويأكل ويشرب، لا ويقعد بقى لحد الزهر. الله ينور عليك. الشاهد أن الناس بتستحمل القعدة. فنزلت لها تدريب تربية توجيه وتعليم. يا جماعة ما ينفعش، لا لا، أنت لو دعيت الوليمة روح على وقت الطهارة بالظبط، ما تكونش ضيف تقيل، ما تخليش حد يحس ان انت تقيل، تخفف. مراعاة لظروف البيت، مشاعر البيت، ده اداب يا اخواني، اداب شرعية. الواحد ساعات بيبتلى بهذه النوعية ويبقى الواحد فعلا بيتاوب عايز ينام لكن مش قادر يتكلم. صاحبنا ده يعني انا طولت عليك باين عليا، لا ده انت صراحة ما شاء الله، يعني مش مشاكل خالص يا اخوانا، في حاجات لازم، دي اداب شرعيه. تحس ان الصوره دي غريبه قوي، هناك بتتكلم كانت على الظروف المحيطه قبل الاحزاب والواقع والخندق وغدر اليهود والشغل المنافقين وغطفان وقريش، وتحيشك في جو رهيب والقلوب وصلت الحناجر وتظنون بالله الظنون، وبرضه في نفس الوقت بتكلمك في اداب بسيطه صغننه كده جميله في نظرك لكن لها مكانه عظيمه شخصية المسلمين، يعني واقع
رائع وجميل. القرآن كان ينزل في وجود النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام يوجه. الكلام ده نزل يعني في مين يا جماعة؟ في واقع رائع. الآيات دي نزلت معها سورة الحجاب، آية الحجاب. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أول ما نزلت السورة راح النبي شد ستر على طول قولا واحدا وتلا عليهم السورة، خلاص انتهى الموضوع. ده انتوا لو حتى جيتوا بعد كده وعاوزين حاجة من أمهات المؤمنين يبقى الكلام من وراء حجاب ستار ثخين، لا تروهن ولا يرونكم، خلاص انتهى الموضوع. استجابوا ولا لا؟ استجابوا استجابة فورية. طب انا عايز اسالكم سؤال، اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود اطهر هذه الامه قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا، قوم اختاروا المولى تبارك وتعالى لصحبه النبي وقامت دينه، ومع ذلك يقول ان هذا التصرف اطهر لقلوبكم، ها قلوبهن اللي هم مين؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين، أطهر نساء الدنيا، ما فيش بعد كده خالص. خلي بالك عشان تبقى فاهم الصورة، النبي ما اتجوزش واحدة إلا عن طريق الوحي، ربنا اللي كان بيوجهه عشان يتجوزهم، ماشي؟ وعندك الآية بتقول إيه؟ والطيبات، ها؟ يعني ما فيش أطيب من كده، ولا في أطيب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أظن ما فيش كلام، هن أطيب النساء لأطيب البشر صلى الله عليه وآله وسلم، صح ولا لا؟ ومع ذلك يقول أطهر لقلوبكم وقلوبهن. خايف على مين؟ على أصحاب الكرام، وخايف على مين؟ على أمهات المؤمنين، لأن المشاهدة والاحتكاك ممكن يعمل زغزغة في القلوب، ممكن يحرك القلوب. الشيطان موجود متربص، ولا دول معصومين ولا دول معصومين، وما نقول ايه على باقي المسلمين؟ وهذه القلوب المليئة بالغدر والخيانة والضعف الإيماني وعدم الأدب الرباني، إذا كان الناس دي الصحابة وأمهات المؤمنين أعلى مثال في التربية والتأهيل والإعداد عن طريق الوحي وجود النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لهم هذا الكلام. لما نيجي النهاردة نقول يا إخواني آيات الحجاب، لا شك هذا معنى عظيم سيمنع حدوث يعني ما لا يحمد عقباه، سيقطع الطريق على شياطين الإنس والجن. فهذا أطهر لهؤلاء ولهؤلاء. ولذلك لما خالفنا جميعا ووقع الاختلاط المشين ووقع يعني زنا العين ونظر وما يترتب عليه، فالنظر سهم من سهم إبليس، وكان مكان حدث ما حدث ووقع الانحراف، النهاردة أكبر نسبة في زنا المحارم تحدث في التاريخ في الزمن الذي نحن فيه. احنا هنا على قدنا، هنا بيجي لنا قضايا في اللجنة الشرعية، لو خل معايا لو حد منهم هنا يقول بيجي لنا قضايا زنا محارم، أب مع بناته وابن الخال وابن العم مش عارف ايه، حاجات موضوع مش ممكن واحد، والأخ مع، لأن مفيش ضوابط. طيب فما بالك بغير المحارم؟ يعني يا اخوانا القضية خطيرة جدا. إذا الحجاب هذا للفصل بين القوات للحفاظ على هؤلاء وأولئك، هذا دين يدان به إلى الله تبارك وتعالى. فنقول لذئاب اليوم الذين يحاولون أن يحطموا هذا الحجاب وأن يفتحوا الأبواب على مصراعيها ليختلط الحابل بالنابل يقع ما لا يحمد عقباه، اتقوا الله عز وجل في المسلمين الذي لا إله غيره، لا صلاح للبلاد ولا للعباد إلا إذا تم الفصل بهذا التوجيه الشرعي الرباني، وإن كان ثم اختلاط فبضوابط الشرع التي تعرفونها والتي قد تأتينا في الحديث عن الحجاب الشرعي الذي أتت به الأوامر فيما بعد. نختم بهذه يعني الآية المعدودة الكلمات، ولا يصح أن نقول الصغيرة ولا القصيرة لكنها معدودة الكلمات، إن تبدوا شيئا
أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. موضوع كبير يا جماعة والله، والله العظيم موضوع كبير جدا جدا. شوف خواتم الآيات بتقول إيه؟ أن تبدوا شيئا معاشر المسلمين أو تخفوه، إيه الموضوع؟ فإن الله كان بكل شيء عليما. لو أبديت تذمر من الحكم عايزها سداح مداح، تقول ده رجعية وتخلف وده شك وظن، يا ربنا مطلع عليك. وإن أبديت أن أنت راضي ومسلم لشرعه، ربنا مطلع عليك. وفي الحالتين أنت إما مأجور أو مأزور. وخلي بالك أنت مرصود ومراقب بالآيات التي مضت وخواتيم الآيات التي سبقت، فاستحضر لنفسك هذه المعاني التي ينبغي أن تكون حاضرة وقوية نصب عينيك. قال المصنف: إن تظهروا شيئا على ألسنتكم أيها الناس مما يؤذي رسول الله مما نهاكم الله عنه، أو تخفوه في نفوسكم، فإن الله تبارك وتعالى يعلم ما في قلوبكم وما أظهرتموه، وسيجازيكم على ذلك يا إلهي، إنها مرعبة والله ومخيفة. خلي بالك أنت حتتحاسب، حتتسأل. الآن أنت مطالب أن تفعل هذه الآيات على بيتك وعلى نفسك في التعامل مع الآخرين، حتى تكون ممن أظهروا وأبدوا ما في قلوبهم لربهم، هم عالقين أو مطلع عليهم، وظهر ذلك على جوارحهم فانضبطوا واستقاموا وسمعوا وأطاعوا. لو بدأنا بالتفعيل كل منا في حيزه أو ما هو مسؤول عنه أو ما هو مؤتمن عليه، سينتشر هذا المعنى، وستكون هذه الفضيلة، وسيكون الخير العظيم العميم. يعني كنت أود أن أقف إن الله وملائكته يصلون على النبي، بقيت آية واحدة نذكرها سريعا حتى نكون قد فرغنا منها. قال الله تعالى: لا جناح عليهن في أبائهن ولا أبنائهن ولا أخوانهن ولا أبناء أخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. تأكيد برضو قال المصنف: لا إثم على النساء في عدم الاحتجاب من آبائهن وأبنائهن وأخوانهن وأبناء أخوانهن المحارم يعني وأبناء أخواتهن والنساء المؤمنات والعبيد المملوكين لهن لشدة الحاجة إليهم في الخدمة. فيها خلاف بين العلم، من بلغ منه ومن لم يبلغ، أصحاب الإربة والذين ليس لهم في النساء إلى آخره، لكن لسنا بصدد التفصيل في الخلاف. لكن هذه هي يعني الإشارات الإيمانية لعدد المحارم الذي لا حرج على المرأة المؤمنة أن تظهر يعني عليهم وأن تجالسهم أيضا بحشمة، وليس بما يعني يتعدى الحدود. فقد تكون صور زنا المحارم إذا تجاوزت المرأة حتى مع محارمها، يعني شوف محارم بس تقعد معهم بالحشمة برضو بالمعاني المقبولة حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه. يقول: خفنا الله أيتها النساء أن تتعدين ما حد لكن فتبدين من زينتكن ما ليس لكن أن تبدينه، أو تتركن الحجاب أمام من يجب عليكن الاحتجاب منه، إن الله كان على كل شيء شهيدا، يشهد أعمال العباد ظاهرها وباطنها وسيجازيهم عليها، يعني عنده يوم القيامة. لا شك أن خواتيم الآية في الحقيقة كفيل وجدير أن يجعلك مستقيم وسامع ومطيع ومؤدي لما عليك. نكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة إن كان في العمر بقية، وعسانا يعني نأتي على باقي الصورة إن لم يفتح يعني لنا مجال آخر في داخلها من الآيات. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.